تحية رياضية نبعثها لكم مشاهدينا الكرام. نحن نلتقيكم في حلقة رياضية جديدة من برنامج صدى الرياضة. اليوم هو محور مكرس لمناقشة الواقع الرياضي الحالي وتفعيل القوانين ومطالبة الجهات المسؤولة بالاهتمام برياضيي الأمس ومشاركة أصحاب الإنجاز ضمن العمل بالمؤسسات الرياضية والهيئات الإدارية والبحث كذلك عن الحلول وإيجاد السبل الكفيلة لتحقيق الإنجاز والارتقاء بالرياضة العراقية. كل ذلك سنتعرف عليه ضمن الملتقى الثاني لتجمع نجوم الرياضة العراقية والذي تواجدنا فيه مؤخرا وخرجنا بعدد من التصريحات المهمة طبعا من قبل نخبة كبيرة من نجوم الرياضة. ستكون معنا أيضا محاور أخرى لنجوم الرياضة العراقية سنتابعها سوية ضمن فقرتين، الأولى مع فقرة أين أنت والثانية ضمن وقفة مع رياضي، فضلا عن مجموعة من الأحداث والأخبار الرياضية المنوعة التي ستأتيكم من بين فقرات هذا اليوم. مشاهدينا بعد الفاصل انطلاقتنا الأولى مع فقرات البرنامج لهذا اليوم، وخليكم ويانا. نجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، وانطلاقتنا الأولى مع الأخبار الرياضية المنوعة ستكون ضمن فقرة دقيقة ونص، خليكم ويانا. في مواجهة الليغا وضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري، سقط فريق برشلونة في فخ التعادل الإيجابي أمام جيرونا بهدفين لمثلهما، ورفع البرسا رصيده للنقطة 13 في صدارة الترتيب بفارق الأهداف فقط عن ريال مدريد. بالمقابل وعند الغريم، تمكن ريال مدريد من الفوز على إسبانيول بهدف وحيد، جاء هدف الريال بتوقيع ماركو أسينسيو، ودار حول الهدف جدل قبل أن يحسم باستخدام تقنية الفار. أما في الدوري الإنجليزي الممتاز بكرة القدم وضمن الأسبوع السادس، حافظ ليفربول على بدايته الأفضل على الإطلاق بانتصاره السادس على التوالي بتغلبه بثلاثة أهداف للا شيء على ساوثامبتون. مانشستر سيتي يعود إلى مستواه الرائع بفوزه بخمسة أهداف مقابل لا شيء على مستضيفه في كارديف سيتي، بينما انتهت البداية المثالية لتشيلسي في الدوري لهذا الموسم بتعادله سلبيا مع مضيفه وستهام يونايتد، واستمر في المركز الثالث خلف المان سيتي حامل اللقب. فيما أفسد فريق ولفرهامبتون الفرحة على مانشستر يونايتد وجماهيره بتحقيق تعادل مهم بهدف لهدف، وبذلك ابتعد يونايتد عن الصدارة إذ يتأخر بثماني نقاط عن ليفربول. واكتفى فريق واتفورد بالتعادل بهدف لهدف مع فولهام ليظل في المركز الرابع برصيد 13 نقطة، فيما حقق توتنهام هوتسبير فوزا صعبا بهدفين لهدف على مضيفه برايتون ألبيون. في الجانب الآخر من الترتيب، ابتعد بيرنلي عن القاع بفوزه الأول هذا الموسم بأربعة أهداف للا شيء على بورنموث، ويملك كل من كارديف وهدرسفيلد تاون الذي خسر بهدف لثلاثة أهداف أمام ليستر سيتي، ونيوكاسل يونايتد الذي تعادل بدون أهداف مع مضيف كريستال بالاس نقطتين في مؤخرة الترتيب. مشاهدينا، يعني طالما محورنا الرئيس لهذا اليوم مكرس عن أبطال الأمس وأصحاب الإنجاز وملتقى تجمع نجوم الرياضة العراقية يعني لمناقشة الواقع الرياضي الحالي، ارتأينا اليوم أن نقدم فقرة أين أنت التي من خلالها يعني نسعى للوصول والتواصل مع نجوم الرياضة العراقية القدامى من أهل الخبرة والإنجاز والتاريخ الرياضي، وطبعا هم بالوقت نفسه ممن قدموا وخدموا الرياضة العراقية كلاعبين أبطال ومدربين وإداريين وحكام. لذلك اليوم سنستغل بعض اللحظات والدقائق ونقدم هذه الفقرة بشكل مختصر ولعدد مختصر من أبطالنا الرياضيين. مشاهدينا، نجوم فقرة أين أنت في الوقفة التالية، نتابع. حاليا أنا أصنف من ضمن المدربين المحترفين الخبراء في اللعبة. طيب. فعلى تواصل مع 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 السباحة الأردنية والعراقية والعالمية. أنا أعتبر نفسي جندي، واحد من جنود الوطن، واحد من مدربين اللي يحبون يخدمون الوطن. بالتأكيد رح أكون جدا مسرور أنه باشر عملي مع أحد المنتخبات العراقية. مستحيل أنه أي لاعب مثل العراق
في أي وقت وفي أي جيل مستحيل يرفض أنه يخدم بلده إذا أعطت له هذه الفرصة. لكنه في هذا الوقت بالذات اختلفت الأمور كثيرا، أصبح اختيار المدربين اختيار عشوائي عن طريق العلاقات الخاصة والجلسات السرية وأمور كثيرة قامت تطرأ مع الأسف على الرياضة، ولذلك أصبحنا نعاني من هذا الأمر. لكن لو تقول لي أنا شخصيا حاليا، بالفعل حاليا لا أحبذ العمل هناك. الهدف الأقرب إلى الجماهير، الهدف الأقرب إلى محبي سعد قيس، هو ذلك الهدف الشهير اللي كان الهدف الثالث على منتخب الإمارات في ملعب نادي النصر بالإمارات بالتحديد، وقدرنا أن نفوز 3-0. كانت المناولة رائعة من الكابتن الساحر ناطق هاشم الله يرحمه. فهذا الهدف أصبح هو ماركة مسجلة بالنسبة لجمهور سعد قيس أينما ذهبت أينما رحلت، أنه كانوا دائما يذكروني بهذا الهدف، وأنا أعتبر أنه هذا الهدف من الأهداف العزيزة إلى قلبي. الجول الثاني في سجل سعد قيس في الوقت الضائع بالدقيقة 9 من الوقت الضائع. سعد قيس العبوا وغلبوا. جمهور اللعبة ومحبيك يسألون عنك، أين أنت؟ ماذا تقول؟ بعد الغربة يا أستاذ بلال، على علمك يعني كنا نتواصل وأنا باليمن، بعد غربة 12 سنة توليت أولاني الاتحاد الدولي للألعاب الرياضية في القتالية بموجب ما قدمته من إنجازات لليمن الحبيب من بطولات عالمية وأبطال عالميين محترفين كذلك بالملاكمة، وصنعت أبطال للملاكمة اليمنية طول 12 عام، أسندوا للعراق مقر الاتحاد العربي والآسيوي للألعاب الرياضية وفنون قتالية، وبموجبها يعني مو حبيت لكن هذا طموح كل رياضي عراقي أنه يقدم البلد أحلى وأروع ما يمكن. أنا الآن مدير المدرسة التخصصية لكرة الطاولة التابعة لوزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى مدرب المنتخبات الوطنية ومنتخبات الوطنية لفترة طويلة، لاعب منتخب العراق، بطل عرب لاعب وبطل عراق كمدرب، الحمد لله مدرب محترف في دولة الإمارات سابقا، والآن أنا أعمل حاليا في المدارس التخصصية التابعة لوزارة الشباب والرياضة. حكمة جوات في خدمة اللعبة في أي مكان لمصلحة كرة الطاولة العراقية، الحمد لله أنه أنا عندي ثقة برب العالمين وبنفسي أنه أينما أكون إن شاء الله أكون ناجح في خدمة اللعبة. جمهورنا الرياضي، رحبوا معي بصاحب الإنجازات البطل العراقي ابن البصرة الفيحاء العداء السابق فالح ناجي ضمن فقرة أين أنت لهذا اليوم. أهم شيء هي أهم بطولة هي الدورة الآسيوية في نيودلهي 1982، حزت على ميدالية واحتز في هذه البطولة ولي ذكريات فيها كثيرة، حزت على الميدالية الذهبية 1500 متر ورقم آسيوي لمدة 10 سنوات بقى، 800 متر الميدالية البرونزية، أيضا البطولة اللي قريبة بطولة آسيا في اليابان 79 الميدالية الذهبية، الدورة الآسيوية في بانكوك ميدالية فضية، بطولات كثيرة، الدورات العربية في دمشق 77 ميدالية ذهبية 1500، ميدالية ذهبية 800 متر، أيضا بطولة اعتز أيضا في بطولة العالم في كندا ضمن المنتخب الآسيوي وحصلت على مراكز متقدمة رغم أصابتي. مشاهدينا الآن مع محورنا هذا المخصص عن مناقشة الواقع الرياضي الحالي مع نخبة رياضية كبيرة، وكذلك يعني تفعيل القوانين المخصصة بالشأن الرياضي، حيث تواجدنا في تجمع نجوم الرياضة العراقية أبطال الفعاليات الرياضية الجماعية والفردية والذي أقيم تحت شعار معا صوب الإصلاح والتغيير. فقد أقام تجمع نجوم الرياضة العراقية الملتقى الثاني لهم لمناقشة واقع الرياضة العراقية
والسبل الكفيلة لتحقيق الإنجاز وتفعيل القوانين للنهوض بالرياضة العراقية. وقد حضر نخبة من أهل الشان في هذا التجمع على القاعة الكبرى لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة بغداد، وذلك من أجل أهداف عدة، ومنها تحفيز الحكومة العراقية لدعم الرياضة والرياضيين وعدم إبعاد النجوم وتهميشهم عن العمل بالمراكز والإدارات وحتى الوسط الرياضي، فضلا عن مناقشة الواقع الرياضي الحالي وتفعيل القوانين للنهوض بواقع الرياضة العراقية. ومنذ انعقاد الندوة الأولى التي جرت في وقت سابق قبل المؤتمر الأخير، تم الاتفاق على تسمية هذا التجمع بتجمع نجوم الرياضة العراقية. ألا يكفي استخباراتنا بنجوم الرياضة؟ ألا يكفي سكوتنا طيلة المدة الماضية؟ ألا يكفينا ترددا وانزواء خلف الكواليس؟ ألا يكفيننا ضعفنا وعدم المواجهة؟ إذن نحن نتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية. نقول كفى كفى، لقد أصبح الابتزاز والتهميش والتهديد علامة فارقة لرياضة الظرف الراهن. انتفاضة حقيقية تجاه الظلم لأبناء الشعب العراقي يضعنا نحن شريحة الرياضيين أمام مسؤولية كبيرة، ولتكن هذه الانتفاضة دافعاً لاسترداد كرامة الرياضة. يقول كفى كفى ومن الله التوفيق، وأشكركم. جمهورنا الرياضي يعني شخصيات كبيرة من الرياضيين والداعمين للرياضة العراقية كانوا حاضرين خلال هذا الملتقى الحواري لتجمع نجوم الرياضة العراقية، آملين أن يصل صوتهم للمعنيين بالأمر والمساهمة بإصلاح المنظومة الرياضية، والتأكيد على ضرورة مشاركة الرياضيين أصحاب الخبرة والإنجاز ضمن الهيئات الإدارية للأندية والاتحادات، وكذلك بالمكتب التنفيذي للجنة الأولمبية. مشاهدينا، إليكم جانبا من مطالب ورؤى أهل الشأن من الحاضرين في هذا الملتقى، نتابع. حقيقة يجب أن نشير إلها أنه كنا نتأمل حضور أوسع، رغم أنه الحضور لا بأس به، لكن كنا نتأمل حضور أوسع لأن يشمل مختلف الألعاب الرياضية، وأيضا الموضوع حيوي ومهم جدا يتعلق بمستقبل الرياضة العراقية. أنا أعتقد يعني الطروحات هذا الملتقى اللي هو الملتقى الثاني كانت أفضل بكثير من طروحات الملتقى الأول، كون هذه الندوة وهذا المؤتمر حقيقة طرحت الحلول، حلول كيفية معالجة الوضع الراهن للرياضة العراقية، لا سيما ونحن نعلم جميعا أنه اللجنة الأولمبية حسب قرار المحكمة الاتحادية كيان منحل، هذا حقيقة هو أساس الاجتماع، وأيضا الأساس الآخر هو انتخابات الاتحادات التي أعلن عنها أنها ستقام مطلع شهر آب القادم. كل شيء يتعلق باللجنة الأولمبية وعمل الأولمبية يعد غير قانونيا على وفق قرار المحكمة الاتحادية، لذلك حقيقة التجمع ماضي بخطوات متأنية، وإن شاء الله نستطيع خلال المدة القليلة أن نذهب إلى المحكمة الاتحادية من أجل تفسير قرارها بعد اللجنة الأولمبية كيانا منحلا، وعلى وفق هذا التفسير من الممكن أن نتخذ الخطوات اللاحقة. بلا شك يعني عد تجمع نجوم الرياضة ركيزة لغرض تغيير ما ممكن تغييره من الواقع الرياضي مؤلم، يعني بصراحة اليوم نشاهد
جملة من نجوم الرياضة لا تستطيع أن تدخل بالهيئة العامة بصراحة. أنا أعتقد أنه إحنا نعيش أزمة رياضية يعني، وهاي الأزمة جت بغياب القوانين، وبالتالي كانت هنالك لوائح وأنظمة للأسف كانت بها استثناءات كثيرة، وبالتالي أخذتنا إلى تبعات للأسف الشديد يعني مالية وإدارية لم تكن منصفة وتكون ظالمة في كثير من الأوقات. أنا كرياضي حقيقة عشت الرياضة في بداية شبابي بال79-80، كان العراق واحد من المرتكزات الأساسية على مستوى المنطقة وآسيا وحتى على المستوى الدولي، كان يقارع أبطال أفريقيا، اليوم ابتعدنا بكثير عن مستوياتنا الرياضي. كل هذا طبعا يعود إلى الجانب الإداري والقانوني اللي عكس ما تماما الجانب الفني اللي بالساحة، لأنه غابت القيادات اللي يفترض أن تسند المهمات لها. أنا أتمنى أنه لا يحدث تقاطع في المستقبل، أن يحدث انسجام لتنفيذ القوانين وتطبيقها، وأعتقد أن قوانين 18 وقوانين 16 وقوانين 20 هي قوانين رصينة، لكن تحتاج إلى من ينفذ هذه القوانين بكل شفافية بدون استثناءات، حتى نقدر نصل إلى مشاهدة هيئات إدارية تستطيع أن تتحمل المسؤولية الرياضية. بسم الله الرحمن الرحيم. أكيد إحنا دائما ما تنقل صوتك بطريقة حضارية وطريقة سلمية. اليوم التجمع الرياضي والرياضيين من كل يعني الألعاب، أعتقد صوتنا والرياضة العراقية ما تمر به هو أزمة حقيقية. من إحنا ما عدنا، ما أجانا الشخص الحقيقي اللي يمثلنا داخل البرلمان. اليوم نحتاج إلى قوانين حقيقية، إلى تشريعات للأنظمة الداخلية، لأن كل اتحاد حسب هوا. والدليل أنه أنت عندك قرار حل اللجنة الأولمبية ما ينفذ، لأنه أنت ما تمتلك القانون. يعني مجلس نواب وبعض أعضاء مجلس النواب أني صرح لك أن اللجنة الأولمبية لجنة من حل وما يطبق عليها القانون، مع ذلك إحنا عتبنا على من يمثلنا داخل البرلمان، سواء ما أريد أذكر أسماء، لكن الكل أخفق. نتمنى تدخل حكومي من أجل أنه تعود الرياضة العراقية. وصلنا إلى مرحلة بائسة جدا، مو فقط إحنا نتكلم عن كرة القدم، كل الألعاب. اليوم العراق الحلقة الأضعف في كل المشاركات الخارجية. نتمنى التدخل الحكومي، وراح نستمر بإيصال صوتنا من خلال الإعلام، من خلال التجمعات، وهدفنا هو إصلاح الرياضة العراقية. إذن مشاهدينا متواصلين مع ملتقى تجمع نجوم الرياضة العراقية، ومن بين الحاضرين عدد من المستشارين القانونيين والمختصين والداعمين للرياضة العراقية، وذلك لاعتماد معايير محددة وصريحة ونهج قانوني يتبع، وكذلك يعني إعداد آلية عمل صحيحة وتوضيح من خلالها القوانين الرياضية التي تتناغم مع القوانين الدولية والميثاق الأولمبي، وكذلك المتغيرات التي طرأت على المشهد الرياضي دوليا أو تعديل القوانين النافذة. بالتالي هي مساهمة بإصلاح المنظومة الرياضية، بدءا من القوانين الرياضية التي أكل الدهر عليها وشرب. في الوقفة التالية سنتعرف على المزيد، خليكم ويانا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكننا نعرف بين اللجنة الأولمبية انحلت ككيان منحل حسب قرار المحكمة الاتحادية، وأعطت اللجنة الدولية صلاحية إلى رعد حمودي لإدارة اللجنة. بس كنا ما نعرف بس رعد حمودي أو المكتب التنفيذي كله أن يدير. رعد حمودي الكابتن أخذها كلها على عاتقه، هو راح يدير وهو يكون لجان، واتصل بنقابة المحامين وأعطوه 9 راح محامين وثلاثة يعني يطعنون، وماخذ الإجراءات يعني شخصية بدون أن يستفسر من أي واحد، ودس كتاب للأمانة العامة المجلس الوزراء يستفسر هل لي حق أن أقوم بإجراء انتخابات الاتحادات. فأعتقد الأمانة العامة قالت هذا شيء فني ورياضي إحنا بعيدين عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للقوانين النافذة هي قانون 20 للجنة الأولمبية، وقانون 18 للاتحاد للأندية، وقانون 16
الاتحادات. قانون 16 ساري المفعول، وإذا طبق بجميع زين ما فيه هو يخدم الرياضيين 95%، بس لحد الآن اللجنة الأولمبية ما مقدمة المادة 18 وهي وضع تعليمات ونظام داخلي لهذا القانون. فنشوف إحنا القانون زين ما مفهوم لأكثر من أكثر الرياضيين وأكثر الاتحادات، ما تفهم ما تقدر تفسره، لأن أهل الاختصاص لازم يفسرون هذا القانون ويخلون النقاط على الحروف لفهم جميع الرياضيين وجميع المشاركين في الانتخابات. بالنسبة لنا إحنا فكرتنا إن شاء الله هنقدم طعن حول قرار المحكمة الاتحادية بجعل اللجنة الأولمبية هي كيان منحل. القرار مال المحكمة بعدة نقاط، أول شيء لازم تتوقف نشاط اللجنة الأولمبية، فمن ضمن باكر من ضمن النقاط اللي نقدمها للمحكمة الاتحادية هي أربع نقاط: تقديم قرار ولائي بتوقيف جميع نشاط اللجنة الأولمبية، وثانيا تقديم قرار لوقف زين الأموال التي تصرف من قبل الدولة، لأن القرار صريح وواضح بحل كيان اللجنة الأولمبية جميعا فما لها حق أن تشارك. وأما بالنسبة إلى الكتب المرسلة من اللجنة الأولمبية الآسيوية بها تفسير ثاني، فراح ندزهم للمحكمة الاتحادية أن تفسرها، وإن شاء الله في الأيام القادمة هواي أكو أمور راح تظهر للشارع الرياضي حول اللجنة الأولمبية وعملها وحلها وجميع الأمور المتعلقة بنشاط اللجنة الأولمبية. لاحظنا احنا الاخ وزير الشباب يتصرف كانه رئيس اتحاد كره القدم، وفي بعض الاحيان لاحظنا بعض الاخوه رؤساء الاتحادات يتصرفون وكانهم جهه حكوميه. احنا نعرف مفهوم الرياضه ومفهوم الحركه الاولمبيه هي حركه اجتماعيه مدنيه عاده تتلقى الدعم من الحكومه وليست تابعه للحكومه. هذا الخلل بالفهم بصراحة أدى إلى مشاكل متراكمة، وللأسف لازلنا غير قادرين على حلها وعلى تشخيصها. ذكر كابتن عامر أنه الانتخابات الماضية صارت على لوائح، لا، الحقيقة الانتخابات الماضية صارت على قوانين قانون 16، لأنه الأخوة بالأولمبية الدولية احنا تعلمنا كل ما تنتهي الدورة الأولمبية يجي راح حمودي شايل أوراقها ويقول احنا راح ننتهي ولايتنا، فشنو نسوي؟ في ذلك الوقت شكلت لجنه فلاحيه، سوت لوائح من وزاره الشباب مع عصام ديوان ومن البرلمان علي المبرقع وايضا من الحكومه والبرلمان والاولمبيين. ان دققنا في الاعتبارات القانونيه شفنا ما لها اي سند قانوني، فانا من تصدى في حينها وخاطبنا شورى الدوله، قالوا قانون 16 لا زال نعقد بذلك لا يجوز على اي لوائح. طبعا القانون ظلم العديد من الابطال الرياضيين، ولكن ايضا اللوائح لم تكن حل واضح لانها ايضا فصلت بمقاسات محدده. احنا كان مقترحنا انه خلي نسوي الانتخابات على قانون 16 ويجتمع المكتب التنفيذي ويقدم لنا في اول 6 أشهر التعديلات المناسبه على قانون 16 حتى لا ينظلم الابطال. اللي صار مضى من عمر الاولمبيا في الدوره السابقه سنتين ولم يقدموا هذه المقترحات، فلذلك الاولمبيه المكتب التنفيذي تتحمل المسؤوليه القانونيه الكامله عن عدم صياغه التعديلات على القانون. تعديل قانون 16 بصراحه لا يتاتى الا عبر الحكومه. يعني نقطة الانطلاق الأولى تبدي بدائرة المستشارين في مجلس الوزراء، يرفع إلى مجلس الوزراء يصادق عليه ومن ثم يحال إلى مجلس النواب. لذلك كنت أصر دائما على كل الأخوة اللي يراجعون أن يكون عندهم علاقة وطيدة مع هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء وليس وزارة الشباب. عدلنا الوضع القانوني في حينها، ورغم علمنا أنه بغبن بعض الأخوة، إلا أنه كان الأمل يتم تعديله.
بصراحة تعديل القانون يجي من الجهات القطاعية اللي عندها ملاحظات قانونية عليه، فكان يفترض بالأولمبية وبالاتحادات أن تسعى لاقتراح هذه التعديلات ومن ثم تحويلها إلى الحكومة، الحكومة تحولها إلى البرلمان، البرلمان ينتظر رأي الجهة القطاعية دائما حتى يشرع القانون أو يشرع تعديل على قانون موجود سابقا، لذلك البرلمان لا يتحمل كل المسؤولية وإنما القطاعات المختلفة تتحملها مشتركة. مشاهدينا سنبقى في محورنا هذا المخصص عن ملتقى تجمع نجوم الرياضة العراقية لمناقشة الواقع الرياضي الحالي، طبعا بالتأكيد هذا الموضوع مهم، شخصيات كبيرة من الرياضيين والداعمين للرياضة العراقية كانوا متواجدون في هذا الملتقى الحواري، ومن بين الحضور العنصر النسوي المتمثل ببطلات الرياضة النسوية العراقية سابقا، يعني مساهمة منهن بإصلاح المنظومة الرياضية والتأكيد على ضرورة الأخذ بنظر الاعتبار على ضرورة مشاركة الرياضيات الأبطال والأكاديميات المختصين بشكل عام والعنصر النسوي بشكل خاص، وذلك ضمن الهيئات العامة للأندية والاتحادات وجميع المؤسسات الرياضية، وفضلا عن ضرورة تفعيل هذا الجانب المهم للعنصر النسوي في إدارات الأندية والاتحادات وحتى المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية والمؤسسات الرياضية الأخرى، وذلك من أجل النهوض بواقع الرياضة النسوية. بالتأكيد هي رياضة مهمة، لدينا تاريخ، لدينا بطلات كبيرات في هذا المجال. مشاهدينا، بطلات الأمس في الوقفة التالية نتابع. أنا مارست الرياضة عمري 10 سنوات، يعني وصلت 68 سنة، يعني صارت 58 سنة أنا ويا المحافل الرياضية ويا الرياضة، فمثل ما يقولون مجربتها وتجربتها في حياتي، ما شفت أسوأ من الحالة اللي وصلت لها الرياضة العراقية بالفترة الحالية اللي هي 15 سنة الأخيرة. العوف فترة حصار، العوف فترة جلسة دامعية، العوف وشي. الرياضة قنديل وراية وعلم يرفع في المحافل الدولية وتنم على تطور الشعوب. أي شعب غير متطور وغير حضاري ما ممكن أن يوصل إلى رياضة جيدة. إحنا إذا نرجع في وراء، إحنا نريد نحقق تغيير في اللجنة الأوروبية بهذا الحال، كلش راح نحقق الفارتلات اللي موجودة مثل ما هي موجودة في الانتخابات مجالس النواب نفسها موجوده بالاوروبيه. العمليه هي عمليه بيع وشراء. الرياضه العراقيه تشترى والعراق يشترى، فما تريد ان تشتروا اي شيء. شئتم ام ابيتم، احنا اذا ما راح كنا الصفه القانونيه القويه ترى هذه الشخوص برغم ثقلهم النوعي. ماكو شخص الان قاعد هنا اذا ما عنده وزنه وإلى باعة وإلى اللي سواه بالرياضة العراقية. بنسى الأبطال والبطلات اللي موجودين، هذا إمام صبيح، دكتور أيمان، هذا دكتور شاكر الشيخني، هذول بنات البصرة، هذه فردوس محمد، هذول أولادي وكل جزء منهم إخواني. بس أسألكم بالله شنو الغمر والضيق اللي شفتوه؟ الآن دكتور أيمان صبيح تريد تدخل ضمن ترشيحات في اتحاد الساحة ميدان، ما حدا خليه تدخل. بسبب مبيوع الأصناف والمشارات بالأساليب اللي تم شرحها من خلال عدم تعديلات القانون. والله يعني العبور يجب أن تكون حل هناك مهم تتدخل فيه الدولة، لأن الدولة هي من يعطي الأموال إلى الرياضة، والدولة تركت الرياضة بدون متخصص قريب من مصدر القرار في قمة القرار العراقي السياسي. أقصد الدولة يعني رئاسة الوزراء، رئاسة الدولة لم تحظى أو لم تمتلك شخص يوجه، يعني موثوق به متخصص يوجه البلد
اختيار الرياضة بالاتجاه الصحيح. تتوقعين وراء هذا المؤتمر أو هذا الملتقى تحصلون على نتيجة تفيد الرياضة العراقية؟ والله من خلال هذا اللقاء ويعني هذه اللقاءين ومن خلال يعني لقاءاتنا اللي انبثقت من خلال هذا التجمع وصلنا صوتنا إلى أبعد نقطة في مصدر القرار في الدولة، وإن لم تكن يعني استجابة سيكون مواقف أخرى، مثل ما اليوم الناس طالعة تظاهرات على الكهرباء والمي، باكر عقبنا نوقف تظاهرات في وجه المسؤول السياسي اللي ترك الرياضة بدون أن يخليها على السكة الصحيحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أنا اليوم حضرت هذا التجمع الرياضي الكبير لكافة الأبطال والرواد الرياضيين واللاعبين الموجودين حاليا بالبلد. الحقيقة احنا هنا نناقش واقع الرياضة، واقع قديم ومزري صار له 15 سنة الرياضة في تدهور يعني إلى أبعد حالاتها. ما مرينا بحياتنا الرياضية، أنا صار لي تقريبا 35 سنة بالرياضة ألعب، لاعبة منتخب العراق بكرة السلة، ما شفت هيك تدهور بالرياضه، ما شفت هيك ناس لزموا الرياضه ابد مختصاص وابد ما اي شيء لهم اتصال بالرياضه. يعني احنا هدفنا هذا التجمع نريد شويه نحسن واقع الرياضه، نريد نعترض، نريد نقول لا، على الاقل يعني يهمنا هذا الشيء انه نطور الرياضه بالبلد، وخاصه الرياضه النسويه اللي ماتت. انا قمت يعني الحقيقه سويت فد شيء انه حسوي فريق نسوي، ما حد عاني، القاعة اللي أدرب بها حارة، طوبات ما عندي، أطلب منا ومنا طوبة، تجهيزات ما عندي، ما حد يوصل لي طالبات، يعني أي جهة عرضت بالفيس، أي جهة ما تبنت الموضوع مالتي، وتاليها بالنهاية انسحبت وقعدت. أجي هنا لهذا التجمع عسى ولعله أنه نلقي فد شيء يخدم الرياضة، يعني خاصة هسه اللي طارئين على الرياضة يجوا هواية، ما يهمهم الرياضة، أكثر شيء تهمهم مصالح شخصية، يردون يكسبون مال. يعني إحنا رشحنا تقريبا ما بينا إلا 10 أو 15 واحد بمجلس النواب، يعني قلنا بلكي الله نعين الرياض أو نعين البلد، يعني ما معقولة من هالعدد هذا اللي بالعشر تالاف 15 ألف رياضي ما اختارينا واحد يخدم بلدنا ويخدم الرياضة، ما معقولة. يعني أنا من أريد أجي هنا أخدم بلدي، مو إلا أريد فلوس أو أحصل فلوس، ها، أو أخذ من الدولة فلوس، أريد أخدم بلدي لجهود ذاتية وجهود بدون تخصص بدون مال. ماكو أحد يعيني، ركضت ومشيت وحكيت أبد، ماكو أي إذان صاغية إنه، لذلك هنا إن شاء الله بلك يعني أريد فد إيد عون إن نغير من الرياضة ونطورها مثل ما كانت بالثمانينات وبالسبعينات، كانت أرقام قياسية، كانت عندنا الفوز للفرق الرياضية من كرة القدم، كرة السلة، كرة اليد، هسه ماكو، كل شيء ماكو. راح نطالب احنا هسه، نطالب الدولة ان تهتم بالرياضة وتهتم بالشخص اللي لازم الرياضة، مو شرط الا واحد يجينا شخص واحد لازم يعرف الرياضة والباقي اللي جوا كل شيء ماكو. نريد من عندنا احنا اللي خضنا وتعبنا وركضنا وتغربنا، كنت انا اعوف اهلي بثلاث اشهر، اربعة اشهر، ست اشهر اجي اتدرب هنا، ها، وبالدار الرياضية ننحجز في سبيل انه نخدم بلدنا ونرفعه بين الدول. هسه وين؟ ماكو اي فريق، نريد بس نشم اي ريحة فريقي يصعد ويرفع العلم العراقي برا، ماكو. فإلى متى نظل هذا؟ أنا سؤال أوجهه إلى الدولة العراقية، إلى متى نبقى على هذا الحال؟ ماكو تغيير؟ يعني لابد وأن في هالسنين هذه الفاتت لابد وأن نغير شوية، نغير من مجتمعنا إلى الأحسن. جمهورنا الرياضي متواصلين مع ملتقى تجمع نجوم الرياضة العراقية، متواصلين مع تصريحات الحاضرين في الملتقى الثاني، يعني الذين يسعون لمناقشة الواقع الرياضي العراقي والسبل الكفيلة لتحقيق الإنجاز وتفعيل القوانين، فضلا عن عدم إقصاء وإبعاد نجوم الرياضة وتهميشهم عن العمل ضمن اختصاصهم، وذلك من أجل النهوض بواقع ومستوى الرياضة العراقية. مشاهدينا، في الوقفة التالية هنالك المزيد حول هذا الموضوع، خليكم ويانا. الوضع الرياضي العراقي ومنذ التغيير ولحد الآن
يسير من سيء إلى أسوأ. وسبب ذلك الأساسي هو غياب القانون، لأن المؤسسات الرياضية بعد أن جمد الحاكم المدني الأمريكي القوانين 16 و18 و20 لما جمدها بدأت الرياضة تعوم في الفوضى، والكثير من العاملين في القطاع الرياضي وجدوا متعة ولذة في غياب القانون، لأن غياب القانون يعني حرية العمل العشوائي وغير الملتزم. هذا الواقع الرياضي العراقي. الآن جهودنا نحن في هذا التجمع نسعى من أجل أن نعيد الرياضة إلى مسارها الصحيح أو مسارها الأساسي اللي يعتمد القانون، يعتمد المؤسسات، يعتمد المرجعية. لازم تكون هناك مرجعية. من المسؤول عن الأندية؟ اللجنة الأولمبية أم وزارة الشباب؟ من المسؤول عن الاتحادات؟ هذه فوضى. لذا أنا يعني طموحي أن كان أن يكون هذا المؤتمر مندفع باتجاه العموميات وليس باتجاه أمور بسيطة، انتخابات وغيرها من الأمور. الآن مطلوب منا أن نؤسس لقوانين رصينة، أن نؤسس لأندية رصينة، لأن الأندية هي قلب الرياضة العراقية. غياب الأندية هو تدمير للرياضة العراقية. الآن الأندية غائبة، إضافة إلى هذا الاتحادات تشتغل كما تشتهي وكما يريد قادتها ومسؤوليها. الأولمبية تسير إلى المجهول. هل هي كيان منحل؟ هل هي كيان قادر على التحكم والمسيرة؟ أنا أعتقد أن الوضع الرياضي بحاجة إلى إعادة دراسة، ويجب أن يكون هنالك حتى وإن توقفت الرياضة لمدة سنة أو سنتين، ولكنها ستؤسس لرياضة رصينة قادرة على أن تعطي إنجازات كبيرة للرياضة العراقية. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو بأي طريقة من الطرق أي تجمع هو مصدر يعني فائدة، وعلى الأقل يصير بإشاعة وعي، وعي رياضي، وعي قانوني، رفع يعني درجة استعداد صانع القرار لفهم دور الرياضة في البلد. الرياضة وسيلة تنمية، الرياضة وسيلة تربية. هذه إذا ما الدولة يكون عندها فلسفة معينة باتجاه الرياضة ما نقدر يعني نتطور تطور كبير جدا. المؤتمر اليوم واضح المعالم أنه يريد أن يكون دور للنخب الرياضية من الخبراء ومن الأكاديميين ومن أبطال الرياضة في الاتحادات الرياضية القادمة. هذا كهدف قصير البدء، كون الانتخابات واقع لا محالة خلال الأيام القليلة. هسه هنالك خلاف، هذا يقول اللجنة الأولمبية حسب قرار المحكمة الاتحادية كيان منحل، هذا يقول بالنتيجة أنه هناك توافقات ما بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتفسيرهم لقرار المحكمة الاتحادية واللجنة الأولمبية، أنه اللجنة الأولمبية بكيانها الحالي بمكتبها التنفيذي الحالي هي التي تقيم الانتخابات. هذا موضوع انتهينا منه وأكو قرار به، هسه يبقى يستجد شيء جديد، هذا غير شيء. إنما الخلاف صار الآن بين الفقرة 6 وفقرة 9. الفقرة 9 تقول أن الهيئة العامة للاتحادات الرياضية تتألف من، إضافة إلى ممثلي الأندية المشاركة في نشاط الاتحاد، إلى لاعبي المنتخبات الوطنية والحكام الدوليين والمدربين الدوليين، ويعني بيها مجال أوسع لدخول الخبراء. وبالتالي نريد أن تعتمد الفقرة 9 بدلا من الفقرة 6 في تفسير، هذا موضوع تخصصي، في تعريف الهيئات العامة للاتحادات الرياضية. هذا يعتبر الضماد على الجرح، يعني كحل مؤقت في هذه المرحلة. مو رأي واستحسان، عندنا قرار محكمة الاتحادية تفسر الجهات التنفيذية، يبقى عندنا عليه إشكال. أنا أروح إلى المحكمة الاتحادية أقدم طلب، أقول أطلب تفسير قرار المحكمة الاتحادية. أي عضو من الجمعية العمومية، كلفوني الإخواني اليوم كوني أنا عضو جمعية عمومية، أنا أقدم طلب إلى المحكمة الاتحادية أطلب منه تفسير القرار حتى ننتهي من يجي التفسير الواضح القطعي، الأمور تأخذ نصابها وكل واحد يشوف الحلول المناسبة له وفق القانون. يعني صراحة احنا هذا الملتقى يعني حاولنا به نقاش كل الأمور اللي مطروحة هنا على الساحة، الانتخابات، السقوف الزمنية المحددة. حبينا يعني نسمع من الأخوة الرياضيين وهالشريحة المهمة شو هي أفضل الحلول اللي نقدر نقدم بها خدمة للرياضة العراقية.
ومثل ما طرحوا يعني كانوا المجموعه من يعني عندها اكثر من راي، واعتقد اتوحد باتجاه يعني الذهاب باتجاه المحكمه الاتحاديه لاعطانا تفسير ما هو حاصل على ارض الواقع. وهذا الموضوع يعني هذا صار باتفاق الجميع، وان شاء الله راح اكون ماشيين به، ونتامل يعني راح نمشي به ونشوف وين نوصل بهالموضوع. يعني موضوع السله يعني كنت انا اتمنى هذا يحتاج لوقت، يعني للاسف راس الهرم يتكلم يعني باشياء هي يعني غير موجوده على ارض الواقع. يعني احنا متاخرين بالسله بكل الفئات العمريه بكل البطولات، مراكزنا متاخره جدا. بالفريق الاول كل اللي عملناه جبنا لاعب اجنبي، عمل لنا شويه فارق بالنتائج وبس ما قدرنا نحصل. النتيجة اللي يهلهل إلها الاتحاد اللي هي بطولة غرب بطولة آسيا رابع آسيا، احنا اشتركنا في بطولة تنشيطية بإيران، اشتركت بها فرق بالصف الثالث وليس الثاني، اليابان والصين والفلبين، يعني اشتركوا بفرق ضعيفة جدا بالصف الثالث، وفريقين أساسيين هم اللي اشتركوا الأردن وإيران، وخسرنا مع الفريقين بفارق أكثر من 30 نقطة. أي إنجاز نتحدث عنه. مشاهدينا، كما تابعنا في محورنا هذا المخصص عن مناقشة الواقع الرياضي الحالي مع مساعي حثيثة لنخبة رياضية كبيرة من المختصين يعني بالشأن الرياضي، مساعي الرياضيين أهل الاختصاص لمناقشة كل الجوانب الخاصة بالرياضة العراقية وإيجاد الطرق والسبل يعني المهمة للنهوض برياضتنا وانتشالها من هذا الواقع المرير. ومن خلال متابعتنا لهذا التجمع وكذلك لآراء وتصريحات نجوم الرياضة العراقية أبطال الفعاليات الجماعية والفردية، لاحظنا يعني اهتمام هذه النخبة بتصحيح المسار وإيجاد السبل الكفيلة لتحقيق الإنجاز الرياضي من خلال التأسيس السليم والبناء الصحيح للمنظومة، وكذلك تحفيز الحكومة العراقية لدعم الرياضة والرياضيين وعدم إبعاد النجوم وتهميشهم، فضلا عن تفعيل القوانين للنهوض بشكل عام بواقع الرياضة العراقية. وبطبيعة الحال يعني نحن بدورنا نهتم بالأمر ونسلط الضوء على أي مسعى يهدف لخدمة الرياضة العراقية، فنتواجد مع الحدث هذا وذاك ونعطي له المساحة والوقت ونشير إليه بين الحين والآخر من أجل أن نوصل أصوات أهل الشأن وآرائهم المهمة التي يعني تهدف إلى تصحيح المسار، بالتالي تصب بالمنفعة على الواقع الرياضي. من جهة أخرى مشاهدينا الكرام، يعني لكي نذكر المختصين والمعنيين بسلبيات عملهم والأخطاء الكارثية التي أدت إلى تراجع المستوى العام للرياضة العراقية، بالتالي يعني نطمح نأمل بالمعالجة الحقيقية خدمة للمصلحة العامة. مشاهدينا، يبدو لدينا فاصل، إذن دعونا الآن نتوقف قليلا مع فاصل، نواصل بعده ما تبقى لنا من فقرات هذا اليوم، خليكم ويانا. جمهورنا الرياضي، اليوم عندما نتواجد مع تجمع لنجوم الرياضة العراقية يعني ومع تصريحات الحاضرين بخصوص تصحيح مسار الرياضة العراقية، لابد يعني أن نستغل الفرصة بتواجدنا مع أي حدث لمناقشة واقع أي فعالية رياضية ضمن الرياضات المتعددة، وكذلك لقضايا معنية بالرياضة بشكل عام. تأتي هذه الحوارات متفرقة مع شخصيات رياضية معروفة من الخبراء والمدربين ونجوم الأمس، نتابع.
لأنه وأضيف فوق ما قدمناه بالإمارات وبالأندية العراقية وباليمن وبالأردن نشوف كل الترحيب والاهتمام بينا، لأنني أعتقد أعتبر من المدربين التربويين أيضا. اندار ما عندي بحياتي صاحب أول هدف عالمي للعراق على الاتحاد السوفيتي على داسايف بطولة كأس العالم، فهذا تشفع للمدرب. لكن ببلدنا مع الأسف احنا قاعدين بالبيت ننتظر ان يعني يجينا رزق او يجينا تدريب حتى نقدر نقدم ما عندنا. حتى رب العالمين يسأل الانسان اذا كان عنده معرفه وعنده خزين لازم يقدمه للناس. فاعتقد ان هنا من الصعوبه لان ما نقدر نمشي على مشيه الناس المسؤولين، مع اعتزازي واحترامي العالم تيد غير طريق، تيد واحد ياخذ ويعطي وشغلات تعبانه. أعتذر عن كل كلام إذا كان يجرح ناس، لكن هاي حقيقة. إذا حسين الأيبي هذه الأمور كلها وأنا ابن اللعبة والكل تشهد وأنا قاعد بالبيت، فهذا هاي صعوبة صعوبة. وبالنسبة للشهايد عندي على شهادة الأي، وجينا ناخذ البروفيشنال توصل إلى 8000 دولار أو أكثر، وإحنا قاعدين فصعبوا علينا. الدوري يعني في تنازل صح من بداية جو المحترفين، كان أكو لاعبين أكو نخبة من اللاعبين أنا كنت أدربهم بال 2007، يعني هاي الموجودين بقوا يلعبون وبدأ ينزل مستواهم الموجود. الفرق كرة السلة هذا الدوري أثر على المحافظات، ما عنده إمكانيات أنه يجيب لاعب. ناصرية، ديوانية، عمارة، هذا ما عندي مؤسسات. المفروض يسموه هذا دوري المؤسسات للمحترفين للمؤسسات، لأنه البقية ما عنده، ماتت كرة السلة بالعراق. يعني المحافظات اللي كانت تنتج لاعبين أبطال مثل الديوانية، مهدي علي أكبر وجماعة الموصل ما عربوا، ماتت ما عندهم، لأنه ما عندهم فلوس يجيبون أجنبي. وهاي قدامك نشوف النتيجة 150 160 20 ويا الناصرية. هاي مو كرة السلة، ماكو شيء. إلى حد ما بعد 2003 بدأت هزات كثيرة بالوسط الرياضي حال الألعاب الأخرى. الحقيقة إحنا إذا أردنا نفكر بكرة يد متطورة بهذه الطريقة الآن اللي كيف تدار رياضة العراق، الحقيقة في أزمة الآن في إدارة العراق الرياضية. إحنا يحتاج لنا إدارة وتنظيم أو بهذا الوسط، ولذلك جهودنا الإدارية والمالية والفنية كلها رايحة هباء نتيجة عدم وجود التخطيط والعشوائية بهاي الفترة. والحقيقة احنا كرة يد نعاني من هذا الموضوع. مو بصالحنا بصراحة، يعني مصالح الكرة العراقية تكون هناك توقفات. احنا اذا نشوف كل دوريات العالم هنالك تنسيق يعني بالمباريات، وهنالك يعني ترتيب في مواعيد المباريات. نتمنى هذا الموسم انه تكون يعني المباريات وتكون يعني مباريات متسلسلة، لان يعني حتى يعني اللاعب، تطور اللاعب، تطور المدرب ونكهة المباريات هي من خلال المباريات يعني المتسلسلة، يعني ما يكون هنالك توقف بالدوري. مشاهدينا سنبقى متواجدون مع الحدث هذا وذاك، ويعني نعطي له المساحة والوقت ونشير إليه بين الحين والآخر من أجل تصحيح المسار الذي يصب بالمنفعة على الواقع الرياضي. سنبقى نسعى ونحاول ونطمح في الوقت نفسه بالمعالجة الفعالة والحقيقية لواقع الرياضة العراقية، وذلك خدمة للمصلحة العامة. مشاهدينا وصلنا إلى ختام فقرات هذا اليوم، على أمل اللقاء بكم في حلقة رياضية مقبلة. تقبلوا تحيات أسرة صدى الرياضة، أنا دائما وأبدا أتمنى لكم التألق، النجاح، الإبداع. هذه تحياتي بلال بداع، مع السلامة.